جاء في البداية والنهاية لابن كثير، قال عبد بن حميد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا المختار بن نافع عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لك، وخذ من رأسك إن كنت مسلما. فمشيت خلفه وهو بين يدي مؤتزر بإزار مرتد برداء ومعه الدرة، كأنه أعرابي بدوي. فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبا بهذا البلد. فقلت: أجل، أنا رجل من أهل البصرة. فقال: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط، وهي سوق الإبل، فقال: بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين تنفق السلع وتمحق البركة. ثم أتى أصحاب التمر، فإذا خادم تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: باعني هذا الرجل تمرا بدرهم فرده مواليا، فأبى أن يقبله مني. فقال له علي عليه السلام: خذ تمرك واعطها درهمها، فإنها ليس لها من الأمر شيء. فدفعه، يعني دفعه بيده، وأبى أن يقبله. فقلت له: أتدري من هذا؟ فقال: لا. فقلت: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فصبت تمره وأعطاها درهمها. ثم قال الرجل: أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين. قال له: ما أرضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم. ثم مر مجتازا بأصحاب التمر، فقال: يا أصحاب التمر، أطعموا المساكين يربو كسبكم. ثم مر مجتازا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك، فقال: لا يباع في سوقنا طافٍ. ثم أتى دار فرات، وهي سوق الكرابيس، والكرابيس هي الثياب الخشنة. فأتى شيخا فقال له: يا شيخ، أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم. فلما عرفه لم يشتري منه شيئا، يعني حتى لا يجامله في الثمن. ثم آخر فلما عرفه لم يشتري منه شيئا، فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، وكمه ما بين الرسغين إلى الكفين، يقول في لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل له: يا أمير المؤمنين، هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لا، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله عند الكسوة. فجاء أبو الغلام صاحب الثوب، فقيل له: يا فلان، قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم. قال: أفلا أخذت منه درهمين؟ قال لابنه ذلك: أفلا أخذت منه درهمين؟ فأخذ منه أبوه درهما، ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة، فقال: أمسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين. فقال: ما شأن هذا الدرهم؟ فقال: كان قميصا ثمن درهمين. فقال: باعني رضايا، وأخذ رضاه وأبى أن يقبل الدرهم من يد الرجل.